والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته بالنار لما ترددي. فأنا مع الأسلاف أقف نهجهم وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي فعلى الرسول وآله وصحابه فعلى الرسول وآله وصحابه مني السلام بكل حب مسعد. هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي واحفظ وصية أحمد في صحبه واقطع لأجله لسان المفسد عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبرد فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعد شهدوا نزول الوحي بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام دون تردد ما سبهم إلا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أسود فالله يجمعنا بهم في جنة في مقعد عند المليك مخلد صلى الإله على الرسول وآله وصحابه ولكل عبد مهتدٍ.